بسم الله الرحمن الرحيم. قادر عبد المجيد رئيس جمعية الأزهار لالي القرقوبي الاجتماعية الثقافية. الحمد لله احنا فرحانين لهذا التتويج اللي بطبيعة الحال كنا كنتظروه يعني منذ زمن بعيد، واليوم الحمد لله الدورة الخامسة جائزة المجتمع المدني كتجي من النصيب ديال جمعية الأزهار. أنا فرحان واحد الفرحة ما كتصورش على الحسبان، وكان هذه الجائزة للفقيد المرحوم أستاذ المناضل عبد الصمد تحفي رحمة الله عليه والعائلة ديالو، وكان هذه الجائزة كذلك ومثال يعني للإخوان اللي اشتغلوا معنا ما يزيد عن 23 سنة، للإخوان ديال جمعية ظل الوريف ولا جمعية ساعة الفرح. يعني كانت واحد الاجتهاد وواحد المثابرة قوية وشديدة جدا لابتعاد ولاد الشعب عن تعاطي المخدرات. الحمد لله يعني احنا دائما في باب التحسيس والتوعية والإرشاد والتوجيه، وانتقلت الجمعية إلى التطبيب والعلاج والتداوي يعني مجانا بمركز التنمية البشرية لحماية الشباب من تعاطي المخدرات المتواجد قرب حديقة الحيوانات عين السبع. الحمد لله وأنا من هذا المنبر كنقول يعني الأسر المغربية المتضررة، لأن وليداتهم متضررين بزاف من هذا الآفة الخطيرة، مرحبا بهم وألف مرحبا. العلاج مجاني وفي سبيل الله، والحمد لله هذه الجائزة هذه يعني نستاهلوها. أنا بصراحة بصدق فرحان واحد الفرحة ما كتصورش على الحسبان. تحية احترام وتقدير وشكرا جلالة الملك. السيد الرئيس، بالنسبة للجمعية ديالكم اللي فازت بجائزة المجتمع المدني، واش كتفكر أو لديك اشتغلات على فرع الصعيد المغرب؟ لأن الموضوع ديالكم حساس مهم بزاف، واش قدرات تشتغل على الصعيد الوطني أو لا كتفكر؟ لا الحمد لله يعني جمعية الأزهار لالي القرقوبي اشتغلت على الصعيد الوطني يعني ما يزيد عن 23 سنة، وحنا في باب ديال التحسيس والتوعية والتأطير والتوجيه والتكوين المكونين في إطار آفة المخدرات بالمغرب. يعني الحمد لله هذا الباب هذا ديال التحسيس والتوعية يعني في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية والسجون المركزية ودور الشباب والشارع العام، لدرجة أن الجمعية دارت قوافل طبية بشواطئ مدن المعمور الحمد لله. ويعني كان واحد العلاج يعني الحمد لله ناجح 100%، لدرجة أننا عالجنا ما يزيد عن 11,040 ديال المدمنين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الغيرة ديال هذا أبناء الوطن، لأن بغينا هذه وليدات الوطن ما يضيعوش في براثن تعاطي المخدرات، بغيناهم يكونوا في واحد أجمل صورة داخل المملكة المغربية الشريفة. تحياتي.